كابتن سيد بازوك. كابتن سيد، يعني كابتن سيد بازوكا احد الخبراء وخاصه الناشئين في كره القدم، وكمان يعني بيقولوا ايه، عينيه حلوه قوي في كره القدم. ربنا يكرمك يا استاذ. الكابتن سيد كان موجود الموسم الماضي مع ناشئين نادي الاسماعيلي، حققت انجازات كبيره مع قطاع الناشئين، حصول 99 على بطوله الجمهوريه، وكان اداء رائع، طلعت مواهب ما شاء الله مميزه كمان لفريق الاسماعيلي الفريق الاول. عايز اخد راي الكابتن سيد بقى في الغاء بطوله 97. والله هم غيرته طبعا، لانه كان فيها سنه، السنه اللي فاتت 99 لغوها لغو فيه كامل. بعد السنه دي لغو فيه كامل، انا بدل ما اي 30 تمام انا خليهم 25 و97 موجوده. احنا مش عارفين النغمه اللي عنده، انت كان زمان يا اسامه اللي عايز يلعب لغايه 28 29 سنه بطل، النهارده بيلعب لغايه 40 سنه. يعني عارفين النغمه انه اللعيب ده 23 سنه وما اداش، هيجي امتى الحاجات دي. يعني ايه رايك في اتحاد الكره في القرارات بتبقى مفاجاه دي يا كابتن سيد؟ يعني النهارده وانا كنت بتكلم قرار خاطئ، انه جيل كامل، جيل بطل كامل، زي جيل 96 برضه بطل، ادي جيل 97 بطل، فانت بتبطل اجيال تمام عشان تعيد 30، انا عيد تيار قبل 30، ما انا عيد 25 وخلي مسابقة 97 موجوده. من يدير واكبر اي نادي انه لازم يقيد خمسه معاه او قايد معاه اثنين من 97 في الفريق الاول. تمام. يبقى انا بزقهم، وانا عندي قاعده كبيره. انا اسمح لي الاول بس، انا لسه من قناه النيل وتبقى من الشعب المصري، بهنيك اسامه. بطوله اليد خدت الحمد لله كاس العالم للناشئين. انجاز اول طبعا. مره تحصل في مصر، يا ريت. يا ريت كره اليد تلاقي الاهتمام بتاع كره القدم. ما هو ده التخطيط اللي حضرتك بتتكلم عنه يا كابتن سيد، طول ما في تخطيط في انجاز. النهارده الحصول على مركز الاول في كاس العالم ده ما جاش من فراغ، اكيد في اتحاد يد، في اعضاء مجلس اداره، في مدربين، في اجهزه فنيه، ناس بتشتغل، وفي منظومه وفي انديه. ما ليه ننسى دور الانديه طبعا، اهم حاجه الانديه طبعا. انما عايز اقول لك، انا مش مع لغي 97، انما هم خلاص خدوا قرار. اتمنى ان نبص لقدام، ان هيبقى عندنا منتخبات، بحثين عندنا منتخب 2004 دلوقتي لسه هيختاروا له اللعيبه. اتمنى اننا نلاقي الرعايه بقى ونختار الاختيار الصح. كابتن اسامه محمود عارف هو الناشئين فين، واولاده زي الكابتن مصطفى حسين الله يرحمه. الله يرحمه. كان كل انديه مصر، وانا كنت بدرب الدرجه الاولى، كنت بقف على باب نادي الاهلي استنى اخد اللعيبه اللي هيمشيها اللي هو بيعدي ال 20 سنه، مش انا بس، كان كل الانديه كده. يبقى لازم اجيب الناس المختصين في القطاعات بتاعت الناشئين، واجي اختار بقى، اختار بامانه بقى. احنا من مجاملات يعني، انا ممكن ما فيش الدرجه الاولى مدربين كويسين، اجيبهم يستفادوا. يعني انت بتنادي النهارده كابتن سيد ان يكون في لجنه مختصه في اتحاد الكره باداره ملف قطاعات الناشئين في مصر والناشئين في مصر، ما يبقاش قرار عضو مجلس اداره. وبعدين انا عندي الدكتور محمود سعد، كابتن اسامه ما باخدش رايه ليه؟ ما هو كل حاجه تبقى من خلال الدكتور محمود سعد. انما عندنا احنا مختصين، انت عندك ناشئ النادي الاهلي، انت السنه دي حاصل على بطوله او بطولتين، وانا حاصل على بطوله، يعني عارف رجعت زي ايام بدات العجله تدور، انك تاخد بطولات. احنا كاقاليم كاسماعيلي، انت اخد بطوله من 23 من 27 سنه ما خدتهاش، نمره واحد، نمره اثنين لما خدتها ما كانش فيه لا المقاصه ولا وادي دجله ولا امبي ولا بتروجيت ولا بيراميدز ولا، ما كانش الانديه الكبيره دي. انما انت النهارده تقدر دلوقتي عندك منتخبات، عندك، وبعدين لازم مسابقه الناشئين تبقى اقوى من كده يا كابتن اسامه. طب ما دي الملف اللي انا عايز اخدك ليه بقى يا سيد، موضوع الملاعب، كمان في ملاعب سيئه جدا في قطاعات الناشئين، وحضرتك كنت موجود. لا 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 ما فيش، انا بادئ متاخر. السنه دي انا بتكلم باسم الاسماعيلي. انا سبت طبعا، انا هم بادئين متاخر. لان سلمنا الملعب بتاعنا لوزاره الشباب عشان بطوله افريقيا. تمام. هم بادئين من اسبوع. يعني احنا السنه دي الاسماعيلي مش هبقى كويس، لان اللي عندنا ما فكروش يروح يجيبوا ملاعب.
ممكن نشوف تاني حتى ناس الناشئين يخططوا. كابتن سيد وانت عندك انت المدرب ده مش بتاع يلعب وبس طبعا، اداري مش اللي بيكتب السكور ولا لا، لازم اداري يتنطط يروح يجيب ملعب يروح يشوف كذا يشوف كذا يشوف كذا. وانت احد نجوم نادي الاسماعيلي يا كابتن سيد السابقين، ودايما قطاع الناشئين بالاسماعيلي يعني هو العنصر الممول الرئيسي للفريق الاول. هل دلوقتي قطاع الناشئين في الاسماعيلي وحضرتك كنت موجود السنه اللي فاتت فعلا في عناصر موهوبه هيتم الاستعانه بها خلال السنين القادمه او الفتره القادمه في نادي الاسماعيلي الفريق الاول؟ بص يا اسامه، احنا كان عندنا نمره واحد الاسماعيلي الولاء والانتماء. تمام. انما دلوقتي بعد اللي بيحصل مقررات تحصل انا مش عاوز اقول عشان في ناس يعني بدا عندنا تفريغ للناشئين. بدا يبدا يبص للجاي. والا انت لما بعندك عامل لك شغل تستغنى عنه او تخيله عشان مش جاي على هواء واحد او منع واحد انه يشتري لعيبه او يجيب لعيبه ناشئين، يعني انت دلوقتي اسالك سؤال واحد يا اسامه. اتفضل. هو في دوري ناشئين دلوقتي؟ لا الدوري مش زي زمان خالص، دلوقتي حتى لا موضوع لا دلوقتي يا اسامه احنا في اجازه، في دوري ناشئين دلوقتي؟ لا. انا عندي 99 اخذ بطوله واقوى بطوله. فعلا. تمام؟ انا اروح اشتري لعيب من دمنهور 99 وانا عندي احسن لعيبه عشان استفاد. وانا معاك في الكلام، فرقه 99 في نادي الاسماعيلي بتضم عناصر مميزه جدا جدا جدا، ممكن تكون فريق الاول السنه دي كمان. و97 يا اسامه انت عمال تشتري وعمال تجيب لي لعيبه مضروبه ولعيبه كسر ولعيبه انديتها فردها ولعيبه ما بيلعبوش ومشيت لي 97، ما انت كنت استفدت بيه. تمام. انت اولى انك تستفاد ب 97، انما انت بتمشي انت خلاص. بص الاسماعيلي كان كل الاسماعيلي يا اسامه كان كل الاسماعيليه على بعض انتماء وولاء للنادي، وهو دلوقتي الموجودين يمنعوا الولاء والانتماء لنادي الاسماعيلي، وده اللي كان بيميز نادي الاسماعيلي طوال السنين اللي فاتت والكره الحلوه بتاعت نادي الاسماعيلي، ان دايما كل اللي طالع الفريق الاول من ولاد النادي، الروح الانتماء. هم دلوقتي بيحاولوا يشتروا لعيبه، بعدين بيشتروا لعيبه السنه اللي فاتت بيشتروا لعيبه، النادي ما عرفش عن حاجه. السنة دي عمال تشتري ده 8 صفقات، اقسم بالله ما فيهم صفقة تنفع. يعني الاولى قطاع الناشئين في الاسماعيلي. انا عندي قطاع الناشئين اخد منه. انت تمام. لو جبت النهارده قلت لما يجوا اسامة النهارده يقول للكابتن خطيب او لمجلس ادارة النادي الاهلي انا هلعب بولاد الاهلي مش هجيب حد غريب، هتلاقي كل مصر وراك، جماهير الاهلي هتبقى وراك، هتلاقي جماهير مصر كلها اللي بيحبوا الاهلي هتلاقيهم ورا نادي الاهلي. صح، وممكن اصبر عليهم سنه اديهم خبرات يتقالوا في الملعب معاهم، بعض الخبرات موجوده كمان. أيوة نقدر نعمل فريق. كنا الاول يا اسامه كنا الاول احنا بنبيع لاننا كنا محتاجين. تمام. انما دلوقتي احنا مش محتاجين، ان عندنا شركه راعيه، عندنا بعنا لعيب ب 170 مليون لعيب 170 170 لنادي الاهلي ادانا 15 مليون وكان ممكن نديهم لنا استنى شهرين ناخد لعيب ببلاش. وانا رديت عليهم في الموضوع ده، قلت نادي الاهلي بيرجع العلاقه مع الاسماعيلي زي زمان. طلع واحد كتب في مصر اليوم الاهلي مش عاوز يدينا، رحت انا مكذب في التلفزيون، يعني عارف شغله عندنا عصابه، بدات عصابه توقع الجماهير مع بعض. طبعا. لا وما فيش الموضوع ده بين الاسماعيلي، دايما الاهلي والاسماعيلي يعني الروح والعلاقات طيبه جدا. اخيرا يا كابتن سيد، وانت السنه اللي فاتت كنت المدربين دلوقتي موجودين. طبعا. عندك وبعدين يا اسامه باقل، يعني لما تشوف نادي الاهلي والزمالك وبيراميدز والبتروجيت ودول عاملين لقطاع مش صارفين كام، تستعد انا القطاع كله بلعب 7 بطولات ما صرفتش 1.5 مليون. طب ده يعتبر انجاز كمان في قطاع ناشئين كبير، مفروض تعدوا اعداد كويس. 1.5 مليون ده يعتبر ما يعتبرش فلوس في الكوره. انا مش بتكلم عشان ما اقولكش بتكلم عن نفسه، انا عملت اعداد وعملت له لعيبه من كل فرقه، يعني انا عندي 2003 عندي 34 لعيب احسن من بعض، صدق هم بيصفوهم دلوقتي. طب عايز اخدك لنقطه ثانيه يا كابتن سيد، نقطه اخيره، وانت كنت السنه اللي فاتت موجود رئيس قطاع الناشئين الاسماعيلي، ظاهره التزوير والتسنين. لا انا بص يا اسامه اقسم بالله اني اتحاسب عليه. احنا ما عندناش تزوير. لا لا انا ما بتكلمش عن نادي الاسماعيلي، انا لا بتكلم وانت بتقابل الفرق الثانيه. انا اتكلم عن نفسي، انا اتكلم عن نفسي، والانديه كلها مدوره.
الانديه في انديه كتير مزوره. لا ما ظاهره انتشرت كمان بشكل كبير جدا في المباريات. انت تتفرج على مباريات البراعم والناشئين ودوري الجمهوريه تلاقي فيه تزوير وتسليم انتشر بشكل كبير. لازم يجيبوا الاشواره دي ولازم يعملوا حاجات دي. بعدين وانت بتمشي واحد مصور ما حدش بيعمل حاجه. تمام. بس انا اخد قرار عندنا في النادي اي واحد بنشك فيه ما يتقيدش. لو هو هيجيب كاس عالم. تمام. انما انا معاك في انديه مزوره كتير. شكرا يا كابتن سيد. أشكر نجم الإسماعيلي كابتن سيد عبد الرازق الشهير بكابتن سيد بازوكا، كان يعني كلام مهم جدا منه.